السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كومنت جه على فيديو كنا عاملينه، كان في موقع اسمه هايبر اي اي، فبيسأل سؤال: هو الفيديو ما يقدرش يكون اكتر من 8 ثواني؟ طيب، الذكاء الاصطناعي في مشكلة، الا وهو ان هو بيستهلك طاقة رهيبة، بيستخدم كمبيوترات عملاقة، فالموضوع ده بمكلف، يعني مكلف في البنية التحتية ان انت تشتري الاجهزة العملاقة ديت، مكلف في الابحاث ان انت تعمل دراسة وتسبق غيرك، مكلف في تكلفة التشغيل اليومي، كهرباء وتدفئة والحاجات دي كلها، فلازم يكون بمقابل. فاللي احنا شغالين بيه دلوقتي دي النسخة المجانية او النسخة التجريبية. في ساعات المواقع اول ما بتنزل عشان ناس كتير تبدأ تتفرج عليها، بيبدأ يعمل لك امكانية مجانية لمجرد بس ان ينتشر، وبعد كده يبدأ يخليها بفلوس، ممكن يخلي في نسخة تجريبية ونسخة بفلوس، فهتلاقي بالفلوس حاجات بتكون أطول. أنت ممكن تعمل إيه؟ تقسم السيناريو بتاعك لأجزاء، 8 ثواني 8 ثواني 8 ثواني، مشاهد وقط والحاجات دي كلها، وفي الآخر تجمعهم برنامج مثلا زي كاب كات يقدر يجمع لك فيديو، ويبقى عندك فيلم يكون طويل. في دلوقتي بعض الحاجات لكن بفلوس بتوصل لساعة، يعني تبدأ تكتب له سيناريو، بس طبعا مش هتديله كلمتين ثلاثة، هتبدأ تجيب له قصة مثلا بتاعت أي أديب كبير، وتاخد الكلام كله وتبدأ تحطه. يعني ممكن نعمل إيه؟ نجيب قصص أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق الله يرحمهم الاتنين، وتبدأ تقول له اعمل لي سيناريو كذا كذا كذا، ويبقى فيه فريق عمل، يعني مش مجرد واحد بيعمل تجربة، لأ، فريق عمل، بحيث إن هم يعملوا مشاهد ويبدأوا إن هم يعملوا شخصيات. ساعات مثلا تيجي تعمل قصة فتلاقي كل مرة بتطلب منه حاجة بيجيب لك صورة شخص مختلف، فالحل بتاعها ان انت تبدأ تعمل شخصية معينة، يعني كل مرة تقول له الشخص دوت عبارة عن طفل شعره مثلا نازل كذا، شعره لونه كذا، يعني لونه كذا، بحيث ان الشكل ده هيبقى هو ده اللي ثابت معانا في الشخصية. فممكن نوصف له مثلا رفعت اسماعيل او ادهم صبري، ونبدأ ان احنا نعمل سيناريو ويوصل لساعة ساعتين، مفيش اي مشكلة خالص، بس واحدة واحدة. صعب جدا حد ينزل لك حاجه دلوقتي ساعه كامله مجانا. ليه؟ لان هو بيستهلك اجهزه وبيستهلك وبيستهلك وبيستهلك. دي عايزه حاجه زي جوجل كده، تكون عامله حاجه عايزه ايه، تكتسح السوق وتقضي على كل المنافسين. ان شاء الله نشرح قريب كذا برنامج تاني بيكون فيه ممكنيات، فانت عندك كذا برنامج تقدر تستعمل دوت. مثلا خلص في حاجات بيقول لك 10 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، فلما يخلص وجرب تدخل بيوزر تاني، لو رفض لان هو ساعات بيشتغل بالاي بي مش بالايميل، تتنقل لموقع تاني وهكذا. يعني الواحد لازم يقعد يعافر لحد ما يعمل حاجة كويسة مجانا. لو معاك فلوس هتلاقي الامور ميسرة ان شاء الله.